مساء الخير. العالم العربي محاط بثلاث دول غير عربية، وهي تركيا وإيران وإسرائيل. والدول الثلاث دول قوية ولها مخططات واضحة جدا للسيطرة على محيطها العربي، ولكن بوسائل مختلفة. والدين بيلعب دور مهم جدا في سياسات أو في السياسات الخارجية لهذه الدول. وموضوع حلقة النهاردة إن أنا أحاول أوضح لحضراتكم الوسائل المختلفة لهذه الدول للسيطرة على محيطها العربي، والحقيقة أيضا محيطها غير العربي. ولو وأطرح على حضرتكم سؤال مهم، في تقديركم أي من هذه الدول أكثر خطورة على العالم العربي وعلى العالم الإسلامي؟ إذا بدأنا بإيران، فالحقيقة أن إيران لم تخفي أبدا طموحاتها الإمبراطورية، لا قبل الثورة الإسلامية سنة 79 ولا بعدها. ولكن بعد اندلاع الثورة في سنة 79، يعني من حوالي 40 سنة، لم تعد إيران تتحدث عن طموحات أو أحلام إمبراطورية، ولكنها تتحدث عن الحكومة الإسلامية العالمية وعن دور الجمهورية الإسلامية في الدفاع عن المستضعفين ونصرتهم في كل مكان في العالم. والحقيقة لم تستخدم أبدا رسميا أي خطاب طائفي، يعني السنة ضد الشيعة ولا أي شيء من هذا القبيل، ولكنها بطبيعة الأمر بتعتبر أن الشيعة من الفئات المستضعفة في العالم، وأحد واجبات الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي حماية المذهب الشيعي وأتباعه في كل مكان. على المستوى الإقليمي، هي بتنادي بأنه منطقة الخليج يجب أن يقع تحقيق أمنها على دولها، يعني دول الخليج، دول العربية وإيران. ولأن إيران على أرض الواقع هي أقوى هذه الدول، فكأنها عمليا بتنصب نفسها زعيمة على دول المنطقة. هدف إيران من زيادة نفوذها في الدول العربية أو في دول الجوار، هو الحقيقة ليس لتحقيق الوجاهة الاجتماعية، ولكن مثل أي دولة لما بيزيد نفوذها في منطقة بيكون ده طريق لتحقيق مصالحها الاقتصادية والسياسية والعسكرية والدبلوماسية على كل الصعد. طيب، إذا كان الهدف هو زيادة النفوذ في المنطقة العربية، إيه هي الوسائل؟ بتعمل إيه علشان تنفذ إلى هذه الدول؟ الحقيقة في دراسات كتيرة اتعملت على التكتيكات الإيرانية لدعم نفوذها في دول العالم المختلفة. أحد هذه الدراسات دراسة حديثة أصدرتها مؤسسة سوفان، وهي شركة استخبارات خاصة مقرها في نيويورك. والدراسة دي بتتكلم على البلاي بوك بتاع إيران أو الكتالوج الإيراني، وبتقول إنه على مدار 40 سنة إيران بتتبع أسلوب واضح جدا، إنها بتختار الدول المأزومة، الدول اللي بتعاني من حروب أهلية واضطرابات، وبعدين تختار جماعة تأنس فيها إن هي ممكن تكون عندها روابط قوية مع إيران، في الغالب بتكون جماعة منتمية إلى المذهب الشيعي، بتسلحها وتقويها. ثم بعد عدة سنوات يتحول هذا الفصيل العسكري في البداية إلى جماعة سياسية أيضا، أو إلى حزب سياسي بدعم مالي وسياسي وعسكري من إيران. ثم تسعى هذه الجماعة السياسية التي كانت في الأصل عسكرية للحصول على مقاعد في البرلمان، ثم مقاعد في الحكومة أو في مجلس الوزراء في هذه الدولة، وبالتالي تصبح صاحبة قرار في الدولة المستهدفة. يعني إيران باختصار شديد مع الوقت بتختطف القرار من الدولة المستهدفة، وأي دولة دخلتها إيران الحقيقة في الغالب أصبحت دولة برأسهم. هل عندنا مثال؟ طبعا عندنا حزب الله في لبنان، عندنا الوضع في العراق من بعد 2003، وهناك محاولات من إيران لاستنساخ تجربة لبنان والعراق في كل من اليمن وسوريا. الحقيقة أنه إيران قدرت تحقق نجاح كبير جدا بالأسلوب ده، لأنه مكن إيران أن هي مش بس تحتفظ بنفوذ كبير في هذه الدول وبالتالي تقدر تحقق مصالحها. والعراق مثال، لأنه العراق أو النفوذ الإيراني في العراق حقق للجمهورية الإسلامية يعني منافع لا تعد ولا تحصى على كل الصعد. لكن كمان هذا الأسلوب اللي هو بناء
ميليشيات أو جماعات موالية في دول الجوار جعل من إيران قوة عندها تملك من القوة والنفوذ اللي يخلي عندها قوة ردع في مواجهة دولة عظمى مثل الولايات المتحدة. وكان في مسؤول أمريكي بيتحدث مؤخرا لا أذكر اسمه الآن بيقول أنه عسكريا الولايات المتحدة تستطيع تدمير الأسطول الإيراني في يوم واحد، ولكن في اليوم التالي سوف تجد قوتها بتهاجم من كل الاتجاهات على الأقل في 6 دول في المنطقة. هذا عن إيران. إذا تكلمنا على تركيا فالحقيقة تركيا لا تختلف كثيرا عن إيران، ولكن ربما عندها مشروع أكثر طموحا، لأنه إيران بتتمدد في العالم الإسلامي كله طبعا، إنما بحكم المذهب فهي مقيدة أو نفوذها عادة بيكون محصور في الدول اللي فيها أغلبية شيعية، إنما هذا العائق المذهبي ليس موجود في تركيا اللي عاوزة تتمدد في العالم الإسلامي كله. بس نقول الأول الهدف التركي هو استعادة النفوذ اللي كانت بتتمتع به يوم أن كانت إمبراطورية عثمانية. حتى تستعيد هذا النفوذ أو جزء من هذا النفوذ لابد لها من طريقة، والطريقة الأساسية هي إن هي تدعم كل الجماعات أو التيارات الإسلامية في كل مكان في العالم، لأن الرابط الأساسي أو الرابط الوحيد الحقيقة اللي ممكن يكون موجود ما بين تركيا وهذه الدول ما فيش رابط ثقافي واضح، ما فيش رابط تاريخي واضح، إنما الرابط الديني هو الرابط الأقوى. يبقى الهدف النفوذ، زيادة النفوذ واستعادة النفوذ وما يترتب عليه من مصالح تجارية وعسكرية وسياسية. الوسيلة هو دعم تيارات الإسلام السياسي في كل مكان وتحديدا جماعة الإخوان المسلمين. يعني باختصار تركيا بتحاول أن تكون زعيمة للعالم الإسلامي وتحديدا العالم السني. هل الكلام ده سر يعني إحنا بنستنبطه من وراء يعني من بين السطور؟ أبدا، هذا كلام مطروح علنا على لسان مسؤولين كثيرين، والرئيس التركي قال أكتر من مرة، منهم مثلا مرة في أكتوبر 2018 قال إنه تركيا هي أكثر دولة مؤهلة لقيادة العالم الإسلامي. والكلام ده مش في 2018 ولا 2019، هذا كلام وحلم يعود إلى بداية ظهور حزب العدالة والتنمية اللي هو الحزب الحاكم، وتم تأصيله في كتب كثيرة زي كتاب العمق الاستراتيجي لأحمد داود أغلو اللي هو المنظر الأساسي لحزب العدالة والتنمية. إيه الفكرة باختصار اللي احنا اتكلمنا عنها عشرات المرات ومش حابب ان انا اكررها، ولكن الفكرة انه ظهور الحزب تزامن مع عمليات 11 سبتمبر، وقتها كان الغرب مذعور من انتشار التطرف ما بين مئات الملايين من المسلمين، وبالتالي كان هو واخد قراره بضرب الجماعات المتطرفة، لكن في نفس الوقت كان يريد أو عاوز يسعى إلى دعم الجماعات المسلمة اللي بيراها معتدلة. تعريف معتدلة بالنسبة للغرب هي الجماعات التي لا يمثل وصولها للسلطة عائقاً أمام المصالح الغربية. وما هي المصالح الغربية في العالم الإسلامي؟ كثيرة، لكن تقدر تختصرها كده بأنه إذا وافقت هذه الجماعة على اقتصاد السوق، يعني فتح الأسواق على أبوابها للتجارة والتعامل مع الغرب المتفوق تكنولوجياً واقتصادياً، ده بيحقق كل المصالح الاقتصادية والسياسية، أو يرمز إلى تحقيق كل هذه المصالح السياسية والاقتصادية. الأمر الثاني طبعا والحساس جدا هو عدم المساس بإسرائيل وحزب العدالة والتنمية. رجب طيب أردوغان اللي كان بيمثل رئيس وزراء لدولة بتنتمي لحلف شمال الأطلسي وتسعى لدخول الاتحاد الأوروبي، كانت تمثل هذه يعني هذا التوجه، الزعيم المسلم المعتدل الراغب في التواصل مع الغرب. ولأن الرجل محسوب بأفكاره أو بانتماءاته التنظيمية إلى جماعة الإخوان المسلمين، فكمان جماعة الإخوان المسلمين كانت أكثر الجماعات التي راقت أفكارها للغرب، واستمر هذا الوضع يعني هادئاً وبيتطور حتى وصل ذروته إلى ما بعد ثورات الربيع العربي. وقتها بدأ
أنه مشروع رجب طيب أردوغان اللي دعمه الغرب كاد أن ينجح، وبالفعل وصلت عدد من الأحزاب الإسلامية للسلطة، وكان أبرز هذه يعني الحلقات وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة في مصر في سنة 2012. ثم كلنا تابعنا ما حدث، وسقط نظام جماعة الإخوان المسلمين في يونيو 2013، ما يعني أن مشروع رجب طيب أردوغان تلقى ضربة كبيرة جدا في هذا التاريخ. لكن حتى هذه اللحظة مشروع رجب طيب أردوغان لم يمت، لأن الرجل متمسك به، ومتمسك به مش لوحده كشخص كده، تركيا أو الحزب الحاكم في تركيا متمسك بهذا المشروع اللي هو دعم طيارات الإسلام السياسي في كل مكان في العالم. ليه؟ لأن تركيا مستفيدة منه كما قلت لحضراتكم، ده بيمنحها يعني قناة هائلة جدا لتحقيق نفوذها في العالم الإسلامي كله وليس العالم العربي. هذه الجماعات، وهي جماعات متجذرة في كثير من دول العالم، مستفيدة أيضا من المشروع التركي، بيمنحها فرصة للنفاذ وللصعود إلى السلطة. الغرب نفسه لا يمانع زي ما أوضحت لحضراتكم، ودعم هذا المشروع في فترات كثيرة ومستعد أن يدعمه مرة أخرى. الرئيس أردوغان نفسه وحزبه بقاهم في السلطة مرتبط بنجاح هذا المشروع لأسباب يطول شرحها، لكن باختصار شديد جدا، هو علشان يبقى في السلطة لازم يكون منتخب، وعشان يكون منتخب لازم يكون له قاعدة انتخابية صلبة تكفي أنها توصله إلى الحكم أو أنه تبقيه في السلطة. وهناك نسبة متماسكة في المجتمع التركي تتجاوز 40% هي بتؤمن بهذا الفكر، بتؤمن بالأفكار الإسلامية أو بالحلم الإسلامي، بتؤمن بضرورة استعادة الحلم العثماني، وبالتالي هو كمان بيغازل هذه القاعدة الانتخابية بدعم الجماعات الإسلامية في كل مكان، ومحاولة إذكاء أو إبقاء هذا المشروع حيا يقظا. عاوز أقول لحضراتكم أنه كل الأطراف اللي أنا ذكرتها دي مستفيدة من المشروع التركي، لكن الدول اللي بتحاول تركيا تطبق عليها مشروعها ليست بالضرورة مستفيدة. وأختصر لحضراتكم يعني الضرر اللي ممكن يقع على هذه الدول في أبسط عدد ممكن من الكلمات. لكم أن تتخيلوا أن تركيا الدولة العلمانية التي استفادت من العلمانية في صعودها على مدار 100 عام الماضي، وزعيمها الرئيس رجب طيب أردوغان هو أبرز المدافعين عن النظم العلمانية في العالم الإسلامي، هي نفسها بتدعم وبتسعى لتمكين وصول جماعات لا تؤمن لا بالدولة ولا بالعلمانية للوصول إلى السلطة. فيعني تخيلوا أن جماعات من مشارب مختلفة وأفكار مختلفة هي لا تؤمن بالدولة، هي بتؤمن بالولاية والإمارة، لكن الدولة كدولة هذه الجماعات لا تؤمن بها. وبالتالي إذا كانت إيران، إذا دخلت دولة بيبقى عندها رأسين، إذا نجحت تركيا في تنفيذ مشروعها في الغالب هيكون عندنا أكثر من رأس، وهيبقى عندنا دول مفتتة، وهذه قصة أخرى يمكن أن نتحدث عنها في حلقة لاحقة. إذا جينا نتكلم على إسرائيل، إسرائيل عندها وضع مختلف. إسرائيل لا تمانع إذا كانت الدولة لها رأس واحد أو رأسين أو عدة رؤوس، ما دامت دولة ضعيفة وخانعة لا تمثل أي خطر على مشروعها. فلسفة إسرائيل اللي إحنا نقدر نتابعها على مدار أكثر من 70 سنة، أن قوة إسرائيل مرهونة بضعف كل دول الجوار، وهي مخططها الأساسي أنها تسعى باستخدام القوة الخشنة لضرب أي دولة أو إضعافها إذا كان يمكن أن تمثل تهديدا على إسرائيل. المحللين اللي بيتابعوا إسرائيل نوعين، نوع اللي هو كان بيمثل الطيار الأعظم منذ نشأة إسرائيل وإلى الآن، وده بيشوف في إسرائيل دولة شريرة ومستعمرة بتسعى لإقامة دولتها أو سلطتها أو ملكها من النيل للفرات.
وفريق جديد من الأساتذة العلوم السياسية والصحفيين والمراقبين اللي بيسخروا من هذا الكلام وبيقولوا مفيش هذا الكلام الفارغ، لا نيل ولا فرات، إسرائيل دولة عادية، هي دولة طبعا دولة صغيرة ما عندهاش القدرة دي إنها تحقق هذه يعني الطموحات الإمبراطورية، وكل يعني ما في الأمر إن هي دولة قوية لكنها محاطة بعدد من الدول الكارهة لها، وبالتالي هي بتمارس العدوان ليس لأنها عدوانية ولكن لأنها راغبة في الدفاع عن نفسها ضد جحافل العرب والمسلمين المحيطين بها. سواء كان هذا الفريق على حق أم على باطل، أو سواء أي من الفريقين يعني أنت بتروق أو تبدو أفكاره أكثر إقناعا، الحقيقة الفريقين على أرض الواقع بيتفقوا في التالي أن مخطط إسرائيل في الفترة القادمة هو ضم الضفة الغربية كما فعل مع الجولان السورية، ثم محاولة تصفية القضية الفلسطينية بإيجاد وطن واحد أو عدة أوطان بديلة للفلسطينيين، سواء كان في سيناء، في الأردن، في الدول العربية، في الغرب، ولكن المهم يتم تصفية القضية الفلسطينية تماما، ثم توجيه ضربات بالقوة العسكرية الخشنة ضد أي دولة يمكن أن تمثل خطرا عليها. في المرحلة الحالية هي إيران، كما كانت العراق هي الخطر الأكبر في فترة من الفترات، كما كانت مصر هي الخطر الأكبر في فترة من الفترات، الآن إيران هي الخطر الأكبر. ولكن لأن إيران زي ما شرحنا دولة عندها استراتيجية بتعزز بيها قوتها من خلال الحلفاء، فهي شايفة أن أهم حليف وأقربهم إلى حدودها هو حزب الله، يجب عليها أن توجه ضربة أولا إلى حزب الله قبل أن تتوجه إلى تصفية حساباتها مع إيران في المستقبل، ما يعني أن الحرب القادمة بين إسرائيل وحزب الله قادمة لا محالة. ملخص الكلام مرة تانية أنه عندنا الدول الثلاث، دولة إيران بتحاول تختطف القرار بإقامة دولة داخل الدولة، إيران تركيا بتحاول تعزز مصالحها بأنها تكون زعيمة للعالم الإسلامي في كل مكان وتدعم نفوذها من خلال تمكين هذه الجماعات من الوصول إلى السلطة، وإذا لم يصلوا للسلطة على الأقل يكونوا في مخلب قط كما هو الحال في شمال سوريا بالنسبة لتركيا، أو ورقة ضغط كما هو الحال بالنسبة لمصر اللي تركيا بتستضيف الإخوان المسلمين الجماعة المعارضة لنظام الحكم في مصر وهكذا. أما إسرائيل فكل ما يعنيها أن تظل الدول العربية ضعيفة مهمشة حتى تظل إسرائيل آمنة وقوية. أشكركم وإلى لقاء، وفي انتظار إجاباتكم وتقديركم، أي من هذه الدول أكثر خطرا بمشاريعها المختلفة على العالم العربي وعلى العالم الإسلامي؟